متابعي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة. اليوم احنا كنتواجدوا في مركز ديال سنهاجة، بالضبط ضواحي إقليم صفرو. اليوم عندنا مع واحد الحالة إنسانية اللي غنخليكم تتبعوا معاها المراحل ديالها، وبطبيعة الحال يعني احنا بقى فينا الحال وجينا نشوفوا هاد الناس هادو ولا هاد السيدة بالضبط. لا ما نطول عليكم، خلينا نشوفوا هاد الحالة. إذا متابعينا كيف ما كتشوفوا، اليوم احنا كنتواجدوا في شبه منزل، نقدر نقولوا أنه شبه منزل ديال اللي كيسكن فيه هاد السيد هذا اللي العمر ديالو 50 سنة، ولكن للأسف فاش جينا لقينا أن هاد البلاصة فين كيسكن، لأن شنو ما نقولوا على هاد الدار، تخيل أن هاد المنزل هذا ولا شبه المنزل ما كيتوفرش على أبسط شروط العيش. ما عنده هنا كل شيء، كاين كوزينة هنا، كاين طواليت هنايا، كاين هنا كاين عاس، السراج مهمل الأخر، ما عندهمش الريدويات. ما كما كتعرفوا دابا يعني راه البرد دابا داخل. السيد مسكين يعني عنده أمراض، بحكم انه يعني عنده امراض اللي ما كيتوالموش هما والبرد، يعني هذا الشيء اللي غادي يزيد خطوره على هذا السيد هذا، وغادي يزيد يعني في المعاناه ديالو في الحياه. واليوم احنا جينا لبينا النداء، كيف ما كتعرفوا يعني الناس حنا كنمشيو لعندهم وكنشوفوا يعني الحاله ديالهم، ولكن اليوم كانت بالنسبه لي صدمه. تخيل ان الانسان ما عندهمش هنا الضوء، ما كاينش الضوء، هانتم هنا فين كيدير الشمع، هنا فين كيضوي على راسه. تخيل ان هذا السيد هذا خصو يوميا تلت لازد الشمعات، يعني غير كما كتعرفوا يعني راه هذا ما هاد السيد مسكين ما عندوش يعني واحد المدخول اللي هو عقار، ما كاينينش ناس يعني اللي كيعاونوه، الا ما يقدرش غير ينوض لهيه باش انه يعني يقضي الحاجيات ديالو. وبالاضافه الى ان يعني هاد السيد الحمد لله يعني هنا واحد الناس هما اللي مكفلين به عطاوه هاد البيت هذا جالس فيه، لانه الا ما داروش بحال هكا راه هاد السيد غادي يبقى مليح في الزناقي. هاد السيد راه غادي يتشرد، راه غادي تولي حياته عذاب، راه يقدر انه يعني ما يبقاش كاع في الحياه. ولكن الحمد لله يعني مازالين الناس كيتعاونوا، مازالين يعني ناس كيحاولوا انهم يحميوا هاد الناس، واللي كنوجه لهم واحد الرساله ديال الشكر من هذا المنبر. وبلا ما نطول عليكم نتعرفوا على السيد ويحكي لكم يعني من شنو هما المعاناه ديالو مع المرض ديالو والرساله اللي غادي يوجه. انا الاسم ديالي قسم محمد، عاش في سنهاجة 34 عام. واخا حاليا شحال هو العمر ديالك؟ انا عندي حاليا دابا 50 عام. تفرقوا عليا والديا وراح مشى بوحدو، مبقاش مشرد، كان ناس هنا وناس هنا وناس هنا. واخا شكون عطاك هاد البيت؟ هاد البيت هذا صار لي واحد السيد في سبيل الله نسكن فيه، غير سكن ما كاين منو ما كان عصير ما كيعصير. متابعينا كيف ما شفتوا يعني للاسف السيد يعني ما قدرش انه يكمل معنا الهضره، هذا الشيء اللي غيخلينا اننا يعني نرجعوا السيد اللي مكلف له هنايا واللي يعني الحمد لله عاونه وعطاه البيت. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع السيد باش يشرح لنا اكثر الحاله ديال السيد دابا. انا سميتي ياسين ندوار بوخرفان. هاد السيد هذا جا عندنا هذه واحد المده طويله، جا البلاد تقريبا شحال؟ تقريبا 30 سنة هو عندنا في البلاد كيخدم بيطالي وصافي طالب معاشو. المهم هاد السيد هذا عاش معنا بزاف 30 سنة، هادي راه واحد منا فهمتي. المهم هاد السيد هذا كيخدم بنهارو نهار خدام نهار جالس نهار هذا، وزعما كل واحد علاش قد كيديروا معاه. واحد الوقت المهم رمضان لهنا السيد حس براسو ماشي هو هذاك، تلاقيت واحد النهار قلت له مالك وليتي صفاريتي وهذا، قال لي ودي راه عندي شي وجع في المعده ديالي، داكشي اللي كليت كنردو. قلت له، قال لي كيقولوا لي نشرب الحنه شرب هذه الحاجه اللي قالوا كنديرها، قلت له داكشي غتخرج على راسك ماشي في الصالح ديالك. المهم قلت له المهم غدا ان شاء الله في الصباح نجي عندك انا بطول الطبيب ندوزو نشوفو شنو كاين. داكشي نيت غدا في الصباح جيت لعندو ديتو للطبيب. اش من طبيب؟ عند هذاك اللي في الرفايف، هذا اختصاصي اختصاصي هذاك اللي في الرفايف، دوزنا له دار له لا فيزيتا ودار له التلفازه والراديو على هذا. المهم فاش خرجنا قال لي عنده شي ميكرو في المعده ديالو، عنده حساسيه الحنجره، عنده شي حنجره ديالو فيها حساسيه، عطانا شي دواء ماشي، جينا بحالنا كيستعمل داك الدواء. المهم ما قر فيه والو، بقى السيد هو السيد غادي اللور، ما كاينش تحسن.
المهم ناض واحد النهار هو مشى للطبيب الحومه هضر معاه تما قال له عاود له داكشي اللي عنده. ما داك النهار ما كنتش انا حاضر معاه. عمل له رقاب محمد الخامس ديال صفر ديال صفر هو ابط دوز تما عطاو شي داروا له شي تحليله وشي راديو عطاو شي رونديفو د السكانير. المهم شي تقريبا شي شهر ديال الرونديفو د السكانير اللي عطاو مده شهر. فاش وصل دابا هو في هذه الحاله هذه وعطاوه رونديفو على شهر ديك الساعه مازال عادي مازال يلاه مازال كيتحرك مازال مزيان يقدر ياكل يقدر يهضر مزيان المهم كيتمشى شويه. المهم فاش نعرف فاش دار رونديفو بدنا عند السبيطار ندوزو رونديفو. المهم فاش رقنا مسائل قالوا لنا الطبيب الاختصاصي ديال السكانير ما كاينش كونجي. دابا هذا خدام مع الدوله وكونجي هذاك الشيء. قلت له ما ودي ما يمكنش واحد يخرج كونجي وما يكونش زعما الرومبلاسمون ديالو لا بيرمانونس ضروري يكون واحد كي رومبلاسي. قال لك ما كاينش المهم خرج كونجي من دابا جوج سيمانات غادي يرجع ماشي مشكل. جينا بحنا خرجنا بقى شفتو النفسيه ديالو تاثرات بزاف. قلت له دابا ما قال لك هادشي بزاف وهادي ماشي مشكل نهبطو الفاز دابا نشوفو شي اختصاصي عاودو ندوزو حنا من جديد. داكشي اللي درنا هبطنا داك النهار نيت بالضبط الفاس لقينا واحد الطبيب واحد الدكتور اختصاصي ديال الصدر دوزنا عندو عاودتلو لافير ديال هاد السيد بحيث ما عندو تا شي حد والعائله با ومو مفارقين هادي سنين كيعاود لي غير على مو هاد السيد هذا كيعاود لي غير على مو داك في داك الوقت. دوزلو درنا له الراديو التلفازه مسائل ديالو كلها. فاش خرج الراديو قال لي واحد الاحتمال كبير يكون عنده السرطان. قال لي نعمل الكلوريقا المركب فعلا داك الشيء اللي كان. هبطنا للمركب مشينا دوزنا عندهم عطاونا شي تحاليل تحاليل بزاف راك عارف هادشي فيه التحاليل لا تحصى ديال الكلاويدي يعني واحد الغضب ديال والفلوس ما بقاتش عندنا وما كانش عندنا الكافي. انا عييت من هذا يعني انتم هما اللي كنتوا كتخلصوا داك الشيء غير الناس كنهضر مع الناس زعما مع شي وجوه شي محسنين هما اللي كيعاونوا بداك الشيء باش قدرهم الله. هما الناس هنا راه اغلبيه كلشي مقصح كلشي عاونونا بشي بركه. المهم فاش مشينا درنا التحاليل هادو المهم بزاف ديال التحاليل سالينا داك مسائل عاود كيعطيونا رونديفو اخر ديال واحد السكانير داروا له عاود شي حيدوا له شي عينه من صدر شي حاجه باش يديروا له عليها التحاليل. داكشي اللي كان داز سوا عطاو عاود رونديفو اخر يعني كدوز واحد الحاجه يعطيوك رونديفو عاود شهر شهرين 20 يوم عاد كترجع عندهم. ومؤخرا رجعنا عطاونا واحد رونديفو ديال السكانير دات كلها ديال الصحه كلها. مشينا درنا غير الجمعة اللي فاتت درنا داك السكانير وعطاونا واحد العينة من داك العينات اللي حيدوا له ديتو من مختبر التحليل الدقيق. درت له داك التحاليل تما هضرت معاهم قالوا لك هاد التحاليل هادو كيطلبوا الوقت بزاف وما عرفناش العدد التحاليل علاش نشدوا هاد النتيجة هادي. قالك ممكن نفوتوا سبعة ممكن عشرة ما عرفناش دابا هادو خصهم بنادم واقيلا حتى يموت عاد غادي هما المهم داك التحاليل قالوا لنا كل تحليله كتقام ب 6000 ريال حنا ما بقناش فلوس. هذه تحليله واحده ب 6000 ريال تحليله واحده ب 300 درهم. دابا تخيل معي ان هذا السيد هذا متابعين كندوي معكم دابا تخيلوا معي ان هذا السيد هذا في هذه الحاله هذه ما عنده لا حنين لا رحيم لا مدخل ديال الرزق ما خدام لا اولاد على الله. هذا غادي يخلص 300 درهم للتحليله مع العلم ان فيكم ما كتعرفوا عليه هذا الشيء كيخصو بزاف ديال التحاليل ويسير واجي ويعطي رونديفو على شهر شهرين شي مرات كاع كيوصل للرونديفو العام. كيف يعقل ان هذا السيد هذا غادي يخلص هذا الشيء؟ هنا فين كيبقى السؤال المطروح اضافه الى كيف ما قالنا قبيله السيد مشاو المستشفى محمد الخامس هنا في صفرو ولكن للاسف لا من مجيب ما كاينش اللي غادي يستقبلو ما كاينش اللي غادي يشدو. متابعينا كيف ما كتشوفوا هذه هي الحاله ديال واحد ما عندوش باش يعيش هنا في المغرب. نخليكم مع الكماله مع هذا السيد هذا واخا كمل لنا القصه. المهم درنا له قطعت معهم الثمن ديال ثلاثه ديال التحاليل قالوا لي غنبداو لك بثلاثه. قلت لهم ماشي مشكل يعني 900 درهم خلص عطاوني التوصيل ديال الاخر وعطيتهم نمره التليفون قالوا لي غير تخرج هاد النتيجه هادو غنتصلوا بك واش غنزيدوا واش
له ماشي مشكل تصعيطوا لي. فاش رجعنا للمركب قلت له ما تعطيونا هذا الشيء توصيل ديال السكانير امتى غادي يخرج؟ قال لكم دابا شهر. يعني كنشوف انا المده الصلاحيه ديال شهر راه بزاف بالنسبه لهذه الحاله ديال السيده. انتم كتشوفوا راه بزاف. يعني امر بيد الله ما عرفناش هذا السيد واش يصبح لغدا ولا ما يصبحش. يعني هذا السيد هذا نقص ماكله ما كياكلش باش تعطيه واحد القوه واحد القدره باش يتحرك. هذه هي النقطه الاساسيه ما عندوش هذا السيد هذا. انا بالنسبه لي كان الفكره ديالي خصو يدخل المستشفى يتعالج. خصو القوه خصو الدم خصو السيروم بزاف. يعني هذا السيد هذا الشيء باش خصو يعيش في هذه اللحظه هذه. واخا حاليا باش كطالبوا؟ حنا كنطالبوا من المحسنين والمسؤولين يشوفوا غير من حاله هاد الناس في حاله هكا وصافي. احنا ما بغينا والو. هاد الشيء اللي احنا اللي كنطالبوا من هاد الناس هادو. متابعينا الكرام، اليوم كنكون وصلنا للاخر ديال هاد لا فيديو، ولكن للاسف من مور هاد الفيديو بزاف ديال الحزن. او موان بدا حنا بصحتنا. تخيل ان هاد السيد هذا في العمر ديال 50 سنه ما عنده لا حنين لا رحيم، بالاضافه الى ان ما كاينش يعني واحد العائله اللي غادي تكفل به وعائلته، يعني ما بين الحضن ديال العائله عايش هنا مسكين ما عندوش لا حتى الحوايج. يعني كما كتشوفوا بيت خاوي ما عندوش الحوايج، ما عنده ما ياكل، ما عنده ما يشرب. طواليط حاجهكم كيف ما كتشوفوا انتم غتشوفوها دابا في البلون راه يعني غير هكا حداه. يعني خص الناس المسؤولين خصهم يتدخلوا، ولكن المشكل من الاول هو من السبيطار من المستشفى، لانهم كون شدوا هذا السيد وكون رعاوه كون عطاوه يعني العلاج اللي خصو ما غاديش يولي في هذه الحاله هذه.